شو هي أهم توقعات الفلك لمواليد الحوت ب7 آذار مارس لعام 2019؟ عزيز الحوت ببشرك بشهر جيد جدا على الصعيد المهني ومربك شوي على الصعيد العاطفي. هالشهر بتجتاز تيارات إيجابية كتيرة لأنه شهر واعد جدا يلي بيشهد على استقرار كوكب مارس بالثور، يعني موقع مناسب لإلك، بالإضافة لميركور المراوح مكانه ببرجك، يعني أخبار جيدة أكثر من غيرك بتتعلق بنشاطاتك أو بعقد بتوقع عليه أو انخراط بمجال جديد بيجلب لك السعادة. بتناسبك الأفلاك، ما عليك إلا أنك تبذل جهود قليلة لبلوغ الأهداف والانتصار على العقبات والمعوقات. المبادرات بتكون كتير سهلة، تنضج المفاوضات وبتحسن أوضاعك بالإجمال، ويمكن تروح برحلة أو بسفر بيعطي نتائج جيدة جدا. بتفكك بعض الألغاز وبتحبط محاولة لإيقاعك في مأزق أو للمحاصرة أو لإبعادك عن منصب أو موقع. كوكب مارس وكوكب ميركور بيعدوك بأرباح مادية وبتوسيع أعمالك وكمان توسيع طموحاتك وقدرة على تحقيق بعضها. الأعمال هالشهر تتخذ حجم كبير جدا. أنت عزيزي الحوت تلعب دور رئيسي بمشاريع جديدة تطرح على بساط البحث، تستغنم فرصة مناسبة، تتقدم بأفكار بتلاقي الترحيب. بيكون النص الأول من الشهر حافل بالمستجدات والمهمات والقدرات الكبيرة. عندك حدس، يعني قلال عندني، عندك شعور بالإشياء وبتلتقط الإشارات في كل مكان وبتلاحظ كل شيء. هاي الأمور رح تخدمك بهالشهر لحتى تلتقط فرصة قبل غيرك وتفهم إشارات قبل غيرك. الحدث الأبرز رغم كل هالشي هو دخول كوكب إيرانيوس من جديد لبرج الثور بتاريخ 7. هالشي بيخليك تعوض عن خسائر ماضية ويفتح لك الباب قدام مجالات جديدة ما بتخطر أو ما خطرت ببالك. بيعني هالدخول كمان الحصول على مبلغ من المال أو على بعض المستحقات. بتتراجع الشؤون العاطفية رغم هالشي، بتأسف إلك تراجع شوي، تشعر ببعض البرودة، بعض الجفاء، تتأخر أجوبة عن أسئلة طرحتها أو بتعيش حيرة بالنسبة للحبيب، في حين أنه حياتك الاجتماعية بتشهد صخب كبير ولقاءات واحتفالات وسهرات بتنعشك. هالشهر جيد للمغازلة، تمضيض أوقات تسلية، بتفاجأك كمان أوضاع أو أحداث ما كانت بالحسبان، بس مش مستبعد انه كمان يكون بالمقابل في تحديات او تضطر انك تتراجع عن بعض الالتزامات. مش بس تتراجع عن التزامات، يمكن الحبيب يبتعد عنك لسبب من الاسباب. انتبه من النزاع يا عزيزي، ودايما خليك رايق. بالفرص العاطفية بتكون جيدة بس بالاسبوع الاخير، الاسابيع الثلاثة الاولى يمكن تكون فيها غير مبالي أو جامد أو بارد، أو الحبيب هو اللي بارد. وبعض مواليد الحوت بفضلوا الانعزال والوحدة ويعيشوا حنين أو انقباض. بحياتك الزوجية كون يا عزيزي هادي. في مثل هيك شعبي بيقول، سمعته من كم يوم وعجبني، إذا كنت أنت الزوج عم بحكي، إذا الرجل برج الحوت، إذا كنت عم بحكي مع رجل برج الحوت، بيقولوا أرنب مبسوط أحسن من أسد زعلان. يعني خليك مبسوط حتى لو اضطريت إنك تلعب دور الأرنب بحياتك الزوجية، طبعا هيدي للمزاح. تستفيد من كل شراكة أو علاقة من أول 3 أيام، بس انتبه بين 5 و7 يمكن ترضخ لبعض الضغوطات. القمر الجديد ببرجك يوم 6 بيلتقي بنبتون وبشكله اتنيناتهم مربع مع جوبيتر، يعني في معلومات مغلوطة أو في أوهام أو ضعف قدام شخص بتحبه وتخشى من فقدانه. بس يفوت أورانيوس إلى برج الثور بتاريخ 7 تنقلب مشروع لمصلحتك، ويمكن تبلش تفكر بشي جديد بحياتك. كمان تتيح لك فرصة لازم تستغلها بهالوقت
بين 7 و17، ولو انه 13 و14 بقولوا انتبه انتبه من بعض الاشكالات. اوقات حلوة كتير تسعد فيها بين 15 و16، تستغرب المساعدة يلي يمكن تنالها من بعض المراجع النافذة بين 19 و20. تتاح لك فرص عاطفية جيدة اعتبارا من 24 ولحديت 31.